فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن من عادة أهل الباطل قديما وحديثا وصف أهل الحق بأوصاف حتى ينفر الناس منهم. والسؤال يقول: نحن مجموعة من طلاب العلم ندعو إلى لزوم منهج السلف والالتفاف حول العلماء الربانيين وحول ولاة الأمور والتحذير من أهل البدع، ومع ذلك نتهم بأننا جامية ونلقب بهذا اللقب، وقد تكرر هذا السؤال عدة مرات، فما التوجيه حيال هذا اللقب وحيال هذه النسبة؟ توجيه: استمروا فيما أنتم عليه وأنتم على خير، ولا تلتفتوا لمن يقول هذا القول، وذنبه عليه أبدا، لا يهمكم أمره. نعم.